النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد. شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، ونبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى وجود كميات كثيفة من السحب في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. هذه السحب والغيوم أغلبها من النوع غير الممطر، وهي على ارتفاعات متوسطة وعالية تتحرك باتجاه المملكة والمنطقة. هذه السحب تحديدا تأتي ضمن مقدمة منخفض جوي يتوقع أن يؤثر على المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، لكنه ذا تأثير ضعيف على المملكة. نستعرض معكم لماذا تأثير هذا المنخفض الجوي ضعيف إجمالا. إذن هذا المنخفض الجوي يتوارد مع ساعات فجر يوم الأحد فوق المناطق الشمالية لجمهورية مصر، ثم يتحرك باتجاه تقريبا المنطقة الشرقية أو السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. هذا اللون هو ويعبر عن مكان هذا المنخفض الجوي. هذا المنخفض عندما يتحرك لاحقا مساء يوم الأحد يتحرك باتجاه الأراضي السورية واللبنانية، ويكون ذا تأثير جيد على المنطقة الشمالية للمملكة، ولكن ذا تأثير ضعيف على المناطق الوسطى، ويكاد يكون لا يوجد له تأثير في المنطقتين الجنوبية والشرقية من المملكة. هذا الأمر يحدث في ساعات ما بعد ظهر يوم الأحد، ومع ساعات فجر يوم الاثنين يتحرك هذا المنخفض الجوي مبتعدا تماما عن المنطقة لتستقر الأجواء من جديد. عندما نصعد أيضا خرائط توقعات الهطولات المطرية من النماذج العددية، سنشهد أن يوم الأحد يبدأ النهار بأجواء مستقرة في كافة مناطق المملكة، ولكن مع ساعات ما بعد عصر يوم الأحد هناك فرصة لهطول الأمطار كما نلاحظ في المنطقة الشمالية من المملكة تشمل محافظات إربد وجرش وعجلون، مع فرص أن تكون بعض من الأمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة أحيانا في بعض الأجزاء أو أقصى شمال المملكة على وجه التحديد، في حين هناك فرصة أن تمتد بعض الزخات المطرية إلى المناطق الوسطى خاصة في الأجزاء الشمالية الغربية من المناطق الوسطى بما فيها الأجزاء الشمالية الغربية من العاصمة عمان، وذلك مع ساعات عصر ومساء يوم الأحد. تبقى الفرصة ليلة الأحد على الاثنين للأمطار قائمة خاصة في المناطق الشمالية من المملكة، تتراجع فرص الأمطار عن باقي ومختلف مناطق المملكة، ويحدث تراجع تدريجي في فرص الأمطار مع مرور الوقت ودخولنا في ساعات فجر يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. أما بالعودة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، ليلة السبت على الأحد في العاصمة عمان، فالأجواء تكون بشكل عام باردة نسبيا، درجة الحرارة الصغرى تهبط هذه الليلة 11 درجة مئوية، لكن الملموسة تكون أقل من ذلك نتيجة نشاط في سرعة الرياح، والأجواء تشهد أيضا غيوم متفرقة في سماء المملكة. نستعرض الآن درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، والأحوال الجوية المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة بالتفصيل. نبدأها من المناطق الشمالية من المملكة. نبدأ من إربد، تكون درجة الحرارة العظمى في هناك 18 والصغرى 12 درجة مئوية. هناك أمطار جيدة متوقعة غدا في إربد خاصة في ساعات ما بعد الظهر مع رياح نشطة. بعض الزخات الأمطار أيضا محتملة ومتوقعة في عجلون من 16 إلى 10 درجات مئوية، 18 إلى 12 في جرش، و19 إلى 9 درجات مئوية في المفرق. المناطق الوسطى كما تحدثنا هناك فرص لبعض الزخات من الأمطار في ساعات ما بعد العصر والمساء، وخاصة في الأجزاء الشمالية الغربية من المناطق الوسطى، وبالتالي غرب العاصمة عمان والبلقاء هناك فرصة لأمطار بمشيئة الله تعالى. درجة الحرارة العظمى في البلقاء من 15 والصغرى 11 درجة مئوية، في العاصمة عمان من 15 إلى 8 درجات مئوية، في مأدبة من 17 إلى 8، في البحر الميت من 24 إلى 18 درجة مئوية، وفي الزرقاء من 18 إلى 10 درجات مئوية. رياح نشطة متوقعة غدا مع بعض الأتربة المثارة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. نشهد ذلك الطريق الصحراوي قد يتعرض أيضا لموجات من الغبار. الكرك غدا 16 إلى 7 درجات مئوية، كذلك الأمر في الطفيلة. الأجواء تكون رياح نشطة وغبار في تلك المناطق. 15 إلى 5 درجات مئوية في الشراء، ونلاحظ برودة الأجواء في مرتفعات الشراء ليلة الأحد على الاثنين. 18 إلى 6 درجات مئوية في معان، أما في خليج العقبة في الطقس مستقر تماما، تصل العظمى إلى 26 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى إلى 15 درجة مئوية. الرياح النشطة والغبار أيضا موجودة وحاضرة في المنطقة الشرقية، تكون في رويجد من 21 إلى 7 درجات مئوية،
في الصفاوي من 21 إلى 6 درجات، وفي الأزرق من 21 إلى 7 درجات. الطقس يكون معتدل نهاراً لكن هناك رياح نشطة وغبار، ولكن يتحول إلى بارد في ساعات الليل كما نلاحظ في درجات الحرارة الصغرى. قبل الختام نستعرض توقعات الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة. إذن يوم الأحد فرص لبعض الأمطار في ساعات ما بعد العصر ورياح نشطة وغبار في باقي المناطق، درجة حرارة العظمى 15 درجة مئوية والصغرى 8 درجات مئوية. يوم الاثنين يستقر الطقس مع ارتفاع درجات الحرارة، درجة حرارة العظمى تصل إلى 17 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 10 درجات مئوية. تراجع متوقع على درجات الحرارة يوم الثلاثاء نتيجة ظهور السحب والغيوم مع نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية التي بالعادة تزيد من الإحساس بالبرودة، درجة حرارة العظمى 16 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا 8 درجات مئوية. وبالمناسبة هذه درجات حرارة ضمن المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.